الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله، الحمد لله الذي يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله على نعمائه، الحمد لله على فضله وإحسانه. نحمده سبحانه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا محمد رسول الله. فاللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وعترته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات في الله، فاعلموا أنه من أعظم المناسبات، فاعلموا أن من أعظم المناسبات التي يفرح بها المسلمون عيد الفطر وعيد الأضحى. وهذا العيد مناسبة للفرح والابتهاج بأيام الله. قال الله تعالى: وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. عيد الفطر مناسبة للفرح، للفرح بنعمة إتمام صيام شهر رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فافرحوا وأفرحوا أهليكم وأولادكم، وأدخلوا الفرحة على قلوب الناس، خصوصا الأرامل واليتامى. أفرحوا المرضى بزيارتهم وإعانتهم، أفرح الفقراء والمساكين والمحتاجين، هم بحاجة إلى من ينفق عليهم ويدخل عليهم السرور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن مؤمن، من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فشهر رمضان، فشهر رمضان الذي ودعناه كان فرصة للارتقاء والتميز. رمضان تعلمنا فيه، تعلمنا فيه الإتقان في العبادة، الإتقان تعلمناه في رمضان، وتعني بلغة العصر الجودة. فمن أتقن العبادة نجح وفاز. والإتقان في كل أمر في الدين والدنيا، فوجب الإتقان في كل شيء حتى في الوضوء. فمن أتقن الوضوء عليه أن يتقن الصلاة، ومن أتقن جمع المال من الحلال فعليه أن يتقن الزكاة بإعطائها لمستحقيها.
والإسلام أمر بتقديم المتقنين للأعمال المهمة بدءاً بإمامة الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأوهم لكتاب الله. ثم الأذان، لقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم بلالا للأذان، لأنه كان أندى صوتا وكان يتقن الأذان. والإتقان كذلك في تسوية الصفوف، أمة الإتقان، أمة الجودة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي بالناس وقف وقال: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، من أحسنها وأتقنها. الإتقان مأمور به حتى في القبور. يا سبحان الله، ما أعظم الإسلام! القبور ينبغي أن تسوى، أن يكون فيها الإتقان. رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبرا فيه عوج فقال: سووا لحده، سووا لحده. الإتقان في المعاملات، في المعاملات والأعمال الاجتماعية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ عمل عملا فأتقنه، أي جوده وحسنه. ومن ذلك إتقان التعليم لمن تولاه وامتهنه، فالعملية التربوية بحاجة إلى إتقان، وهي مسؤولة، مسؤولية جسيمة أمام الله. وجوب إتقان الصانع صنعته، لا بد أن يتقنها. وقد أخبرنا الله تعالى عن سيدنا نوح عليه السلام أنه كان يتقن صنعة السفينة. قال الله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وكان إدريس عليه السلام يتقن الخياطة، كان خياطا. وكان سيدنا داود عليه السلام يتقن الحدادة، كان حدادا. وزكريا عليه السلام كان يتقن النجارة، كان نجارا. وإبراهيم عليه السلام كان يتقن البناء، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، ومن الإتقان الذي صار شعار هذا العصر الإتقان في التعمير والبناء والتشييد. إذا غش المهندس أو المقاول أو البناء أو العامل في المشروع، إنما يعرض الأمة للخراب والأجيال للفوضى. الإتقان في البناء، الإتقان في التشييد. ولقد ذكر الله لنا قصة ذي القرنين كيف أتقن صنعته ومشروعه في بناء السد. ولذلك وجب على كل واحد أن يتقن عمله انطلاقا من مسؤوليته، وأن لا يغش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غش فليس منا، من غشنا للمسلمين، ومن غش للمسلمين وغير المسلمين فليس منا. وجوب إتقان الطبيب مهنته، فلا يتوانى في تطبيب المرضى بإخلاص وإتقان. وجوب إتقان الموظف مهنته على الوجه المطلوب، فلا يسوف في عمله ولا يغش. فمن ذلك على سبيل المثال عدم الاهتمام بالمحافظة على ساعة العمل بالتأخير أو الخروج قبل الوقت. وجوب إتقان الفلاح فلاحته، أن يعمل بنية أن يفيد نفسه وأن يفيد أمته.
حتى يحصل على الأجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غرس غرسا أو زرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان إلا كان له به صدقة. وأن لا يستعمل المواد الضارة التي تضر بالمستهلك، ومن ذلك وجوب تقديم المطعومات الصحية في المطاعم. ومن الغش عدم النظافة في المطاعم والمأكولات. وحب الوطن يكون بإتقان العمل وليس بالادعاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، إن العبادة غير محصورة في الصلاة والصيام والحج والعمرة، وإنما العبادة كذلك في المعاملات الحسنة. معاملتك لزوجتك ومعاشرتها بالمعروف عبادة، تربيتك لأولادك عبادة، إطعامهم الحلال عبادة، برورك بالوالدين عبادة، إحسانك إلى الجار عبادة، صلتك للرحم عبادة، الإصلاح بين المتخاصمين عبادة، نشرك للفضائل والمحبة بين الناس عبادة، النظافة والحفاظ على البيئة عبادة، تخليك عن الغش والخداع وأكل الحرام عبادة، تركك للغيبة والنميمة عبادة، حفاظك على العهود عبادة، غرس الأشجار والمحافظة عليها عبادة، حفر الآبار من أجل جلب الماء للقرى والمحتاجين عبادة، تعلم العلم والحرف بنية الإصلاح عبادة، فعلك للخير عبادة، كفك الشر عن الناس عبادة، طلب العلم عبادة. كل عمل فيه المصلحة، مصلحة الأمة، مصلحة الناس، فيها رضا الله فهي عبادة تؤجر عليها. اللهم اجعلنا من الذين يعملون عملا خيرا وفعلا من أفعال الخير. اللهم اجعلنا من الذين يفعلون الخير ويأمرون بالخير، وتقبل الله منا ومنكم. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيها الإخوة والأخوات في الله، دوموا على ما كنتم عليه في رمضان، فواظبوا على الأعمال الصالحة التي كنتم تؤدونها، دوموا على الفضل والإحسان، انزعوا الغل والحسد والعداوة والبغضاء من قلوبكم، انشروا المحبة، انشروا المحبة والألفة بينكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة، إلى المدينة المنورة، أتعلمون ما هي أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يخطب الخطبة في تجهيز الجيوش ولا في التحذير من الأعداء، وإنما دعا إلى نشر السلام والمحبة والألفة بين الناس، فقال: أيها الناس، أفشوا السلام، أفشوا السلام بينكم، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام. ثلاث أمور، ثلاثة أركان، إذا قام بها المجتمع وطبقها في واقعه يعيش مجتمعا موحدا، متراص الصفوف، تشيع المحبة والألفة فيما بينهم. أفشوا السلام يعني المحبة والألفة والأخوة والأمان والابتسامة في وجوه الناس، والتواضع، تبسموا
تبسمك في وجه أخيك صدقة، مصافحته صدقة، فضل وخير. وأطعم الطعام، لا تكن أنانية، فالطعام يجلب المحبة والهدايا تهادوا وتحابوا. أطعم الفقراء والمساكين، شاركوا بطعامكم إخوانكم. ثم العبادة، انظروا الأمن والسلام والاهتمام بالآخرين مقدم على النوافل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وصلوا بالليل والناس نيام. فما فائدة الذي يقوم الليل ويصوم النهار وهو يؤذي الناس، وهو يغتاب، يمشي بالنميمة، يحسد الناس، يظلم الناس، يعتدي على الجيران وعلى الناس، يسيء إلى الناس، ينظر إلى الناس نظرة ازدراء واحتقار، يسخر من الآخرين، يسيء الظنون بالآخرين، يقذف الناس، يتهم الناس، يكذب على الناس. فما فائدة هذه العبادة؟ العبادة يعني أن تغير من واقع الأمة، من واقع الناس. وقد رأينا تغييرا ملحوظا في على الناس في رمضان، فلندم على ذلك. فنسأل الله أن يحسن إلينا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا. اللهم اصلح شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعلي كلمة الحق والدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم امتعنا بإسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، وكف أيدي الظالمين عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين، ووفق اللهم أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. اللهم انصره نصرا عزيزا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين، وأصلح ولي عهده مولاي الحسن، وأنبته نباتا حسنا، وتزاوروا وتعانقوا وتصافحوا وتسامحوا، صلوا أرحامكم، صلوا أرحامكم، غفر الله لنا ولكم. ونسأل الله أن يعيد علينا هذا العيد أعواما عديدة. نسأل الله عز وجل أن يعافينا في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.